مساء الخير على أحبتي الكرام، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وعلى أتم حال. كيف ما كتلاحظوا المزهرية الثانية تقريبا نفس الحجم ديال الفازة اللي غادي تكون بهذا، يعني يكون فيها هذا الديكور ديال الورد بهذا الشكل تقريبا بنفس الطريقة اللي خدمت بها يعني الفازة السابقة في الفيديو السابق اللي كان باللون الأزرق، لكن هذا مرة بدلت اللون، يعني غادي يكون باللون الأصفر اللي يعني أصفر داكن وأصفر يعني أفتح. المهم كاين تقريبا 3 اللوينات، فبغيت في الأخير أنه يكون عندي كوليكسيون تقريبا بنفس يعني نفس الحجم ديال الفازة، لكن يعني بألوان مختلفة. كاين كذلك لون ثالث غادي نحطه لكم في الفيديو المقبل إن شاء الله. المهم هذا هو اللون اللي اختاريت، يعني لون تقريبا، المهم لون جميل إن شاء الله. نتمنى الفكرة تعجبكم كيف ما عجبتكم الفكرة الأولى. كيف ما لاحظتوا ان العجين عجين يعني ما كتلصقش باليدين، كيف ما سبق لي قلت لكم يعني اللي عنده هذا المشكل انه العجين كتلصق ليه ضروري يعاود يخدمها يعني بالكريم، اي كريم. وكذلك حتى كان اللي كتشقق ليه او كتنشف ضايع، يعني ضروري كذلك يخدمها يعني بنفس الطريقه بالكريم. كيف ما قلت لكم سابقا انه هو الحل الوحيد ان باش العجين تكون عندكم، يعني مت يعني مت يعني مت نقول لكم ما تخلق لكم المشكل او لا تضايقكم او لا تخسر لكم، تخسر يعني من بعد من تصاوب يعني من تصاوب يعني تصوبي بها شي شكل من الاشكال اللي بغيتي، لان هي تقريبا يعني الا ما كانتش المكونات ديالها ممزوجه فيما بينها يعني كتشقق من بعد، يعني ملي كتنشف كتشقق. وكاينه حاجه اخرى، كاين مثلا اللون دابا الا درتي اللون فاتح هي العجين باش ما كتنشف اللون ديالها كيكون داكن، يعني باش ما كتنشف تغمق اللون ديالها. لذلك باش ما لقيتو انكم ديروا الالوان فديروا اللون فاتح باش من بعد ما يكونش هذا المشكل، يعني تبدل لكم اللون، انا غيتبدل غيتبدل. وبالنسبة لهاد السلك يعني كاين بأحجام مختلفة وكاين كذلك بألوان ألوان متنوعة، كاين نحاسي، كاين الفضي هكذا، كاين يعني الحديد العادي، والحديد العادي هو الرخيص، يعني أحيانا أنا كنستعن به، يعني كي هو خاص بالبناء، يعني كنستعن به يعني في الورود الكبيرة. وكاين هذا السلك هكذا، يعني كي يعني كاين سلك عطيني اقل منه داير بحال شعيرات ديال الذره، يعني رقيق بزاف، لكن كنفضل انا هذا الشكل هذا، يعني كيكون مناسب، يعني كيكون يعني كطويه كيما بغيتي وما كيت يعني ما كيكونش قاصح، وفي نفس الوقت ما تيكونش يعني ضيق تهرس. فبالنسبة للوريضات يعني ممكن يكونوا ب5 الوريقات أو الأربعة أو لثلاثة، يعني 3 الوريقات يعني حسب الديكور اللي بغيتي، لكن أنا نوعت فيما بينتهم، يعني درتهم تقريبا يعني بجميع الأنواع، الحجم الصغير الحجم الكبير وبالألوان اللي غادي تكون غادي تلاحظوها متدرجة.
فدائما كنستعن بهذا النوع ديال الفرشي ريتما العجين او الاشكال ديالي ينشفوا. من بعد غادي نشكلهم على الفازه يعني بكل سهوله. اما الى يعني كاين الخدمه اللي كتخدمي والعجين باقي رطبه يعني كتخدميها ديريكت على يعني الديكور اللي بغيتي، لكن انا تنفضل خاصه في هذه الخدمه يعني يكون الورد يكون يعني صلب ويكون ناشف، يعني باش نخدم بحريه كيف ما بغيت ونشكله بالطريقه اللي حبيت. المهم هذه المزهريه تانية كذلك صباطها باللون الابيض، لكن هذه المره درت جوج طبقات ديال العجين، انما في المزهريه السابقه يعني درت العجين طبقه واحده، لان هذه المره بغيت يعني يكون الورد او الديكور يكون عامر بزاف، لان واحده غندير فيها قليل، الثاني معتدل، الثالث غادي يكون الورد يعني بكثره. فهذه الطريقة اللي لصقت بها العجين يعني كتجيكم يعني الورد يعني كيلصق فيها مزيان، وكيلصق كذلك كتف على المزهرية، يعني من بعد ملي كتنشف يعني كتكون ثابتة بطريقة جيدة اللي ما تخافوش منها ان يعني الورد غادي يزول ولا غادي يتهرس، ولا يعني باش ما كتنشف كتثبت اكثر. المهم تنبقى غادية بهذا الشكل، يعني كنوزع الورد كما بغيت وبالطريقة يعني المناسبة حتى كنعمر يعني المزهرية يعني في البلاصة المعينة اللي عيد. يعني ممكن دير هذه الطريقة هكذا، ديريها في الوسط ما ديرهاش في الفوق، يعني لك الاختيار. ومن بعد يعني المرحلة الأخيرة هي هذه اللي كندير يعني كنحاول نبدل شوية اللون ديال الورد، الوسط ديال الورد، يعني باش يعطي طابع أنه يعني تقريبا طبيعي. يعني نهرس داك اللون الأصفر، درت لون وردي في الداخل باش يعطي جمالية في الأخير. وممكن تتخلي هكذا الورد بهذا الشكل هكذا، او لا ممكن يعني تضيفي ليه الفيرني باش يكون يعني بريق كيف ما لاحظتوا، يعني ضفت ليه الفيرني. وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم الفكره، يعني ممكن يعني تزيدي اكثر او لا تقلي من الورود، المهم دائما اختيار لك. ممكن نتمنى الفكره تعجبكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. شكرا.